السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال. الوصفة ديال اليوم هو الطاجين المغربي بالدجاج والخضر. طبعا الخضر كتبقى اختيارية، تستعملوا داكشي اللي عندكم متوفر في الدار واللي كتبغيوه. أنا غنستعمل فيه البازيلا أو الجلبانة، الكمية اختيارية. كنحتاجو حبات من الزيتون أخضر أو أسود حسب المتوفر عندكم. كنحتاجو كمية من القزبر والبقدونس مفروم ناعم. كنحتاجو كذلك حبة طماطم كبيرة مقطعة. كنحتاجو حبتين من البصل مقطع شرائح، وفصين من الثوم، كمية من الدجاج حسب أفراد الأسرة. أنا غسلته قبل بالحامض والملحة. كنحتاجو في الخضر البطاطس والجزر والفلفل الأحمر الحلو، طبعا الخضر اختيارية. كنحتاجو كذلك زيت الزيتون. كنحتاجو في التوابل الملح والكركم الخرقوم، كنحتاجو الزنجبيل أو سكينجبير، وكنحتاجو الإبزار أو الفلفل الأسود. غادي نمر للطريقه ديال التحضير. كناخد واحد الاناء نوضع فيه التوابل اللي غنحتاجو في الدجاج. كندير فيه ملعقه صغيره ونصف من الملح، ثم غادي نضيف كذلك ملعقه ونصف من الكركم اي الخرقوم، وغادي نضيف ملعقه ونصف من الزنجبيل اي سكينجبير، ثم غادي نضيف نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود أي الإبزار. بالنسبة للطاجين هو كيبغي التوابل. نضيف كذلك نصف الكمية من القزبر والبقدونس اللي قطعنا من قبل، ونصف الكمية نخليوها من بعد. وغادي نضيف فصين من الثوم نحكهم ونضيفهم للتوابل. نخلط التتبيلة جيدا بشوية ديال الماء، وغادي نخليو فيه الدجاج ديالنا يترقد على الأقل واحد ربع ساعة، ولا تقدروا توجدوها في الصباح وتخليوه يترقد حتى العشية. كل ما ترقد الدجاج مزيان كل ما كيجي أحسن. صافي، بعد ما شرملت الدجاج نمرو لطريقه تحضير الطاجين. كندير الطاجين فوق النار يسخن مزيان، من بعد كنضيف فيه شويه ديال زيت الزيتون. بالنسبه اللي كيشريو الطاجين اول مره باش يحافظوا عليه ما يتكسرش، غتنقعوه ليله كامله في الماء، وفي الصباح ديروا فيه شويه ديال الزيت توضعوه فوق البوطه وتقليو فيه واحد البصله باش ملي تطيبوا فيه ما يطلقش لكم الريحه. انا هاد الطاجين عندي مده 5 سنوات وبقى هو ما تكسرش. صافي، غادي ندير نصف الكميه ديال البصل في الطاجين، من بعد غادي نضيف عليه الدجاج وغادي نخليه يتقلى من جميع الجهات تقريبا لمده 5 دقائق.
صافي هنا بعد ما قليت الدجاج من جميع الجهات، دابا غادي نضيف عليه الكميه اللي بقات لينا من البصل. بالنسبه للتوابل اللي شطت لينا على الدجاج، كنضيفوا فيها شويه ديال الماء، وغادي ندير فيها الخضر ديالي، البطاطس والجزر والفلفل. غادي نقعهم في هاد التتبيله يتشربوا مزيان، وغادي نوضعهم فوق الطاجين. بعد ما وضعت الخضر في الطاجين، دابا غادي نضيف عليه حبة طماطم اللي مقطعة مكعبات صغيرة، وغادي نضيف كذلك كمية من الجلبانة أو البازلاء، وغادي نضيف الكمية اللي بقات لينا من القزبر والبقدونس. غادي نمرق الطاجين ديالي بالمرق اللي شط على الدجاج اللي فيه التوابل. بالنسبة للطاجين ما كيحتاجش المرق بزاف، حيت الخضر والدجاج مازال غيطلق الماء ديالو، غير إلا شفتوا الطاجين ديالكم نشف والخضر واللحم مازال ما طابش، كتضيفوا شويه ديال الماء المغلي، ما تضيفوش الماء بارد باش الطاجين ديالكم ما يتشققش. صافي كنخليوه يطيب على نار متوسطه. ملي قرب الطاجين يطيب كنضيفوا عليه الزيتون. هذا هو الشكل النهائي للطاجين، صراحه كيجي بنين بزاف، ما كاين ما احسن من الاكل بطعم الفخار. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على زر الاعجاب باش يوصلكم كل ما هو جديد. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.